تشهد خلال هذه الأيام ارتداد المواطنين بمحافظة حضرموت وخصوصاً بمديرية الشحر للأسواق لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم، حيث يعاني المواطنين من جشع التجار على فرض البيع بالعملات الأجنبية وفقاً لما تعانيه البلاد من عدم الاستقرار للصرف دون رقابة مسبقة، مما يضطر البعض إلى التخلي عن الشراء وعزوف الكثير من أبنائهم عن المدارس. فلا يخفى على المواطنين في مدينة الشحر مما تعانيه البلاد من أزمات متواصلة، فمع قرب العودة إلى المدارس تقتضي الأسواق المختلفة بالمواطنين لشراء مستلزمات المدارس، فالجشع المتواصل من التجار في البيع بالعملات المختلفة أو ما يعادلها بالعملة المحلية دون رقابات مسبقة.